بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. النهاردة جايب لكم فيديو حصري عن معركة حقول الألغام وتحديدا في زاباروجيا. خلي بالك الجيش الروسي استغل معركة بخموت وقعد يركز بشكل كبير حوالين خطوط الدفاع. سيرفوكين عامل شغل عالي اللي متوقع انه يبقى رئيس الأركان. تمام، عملوا ايه؟ اول حاجه خالص حقول الغام. حقول الغام ضخمه جدا. خلي بالك الالغام انواع كتير، في الغام مضاده للمدرعات، الغام مضاده للدبابات، الغام مضاده للعربات المصفحه، الغام مضاده للافراد. كل ده مزروع. طبعا الالغام المضاده للافراد ما بتاثرش مع الالغام المضاده للمدرعات، بس بتدمر الافراد. فالموضوع صعب. هجيب لك فيديو فظيع. اول مره اشوف فيديو بالشكل ده. خلال هجوم اوكراني مضاد في منطقة زاباروجيا فقد عدد كبير جدا من الجنود الاوكران، طبعا مش هقدر اجيب لك ساعة الانفجار في رجله، اقدامهم، وذلك بعد توغل بعض اليات حلف الناتو ومدرعات برادلي الامريكية في حقول الالغام الروسية، حيث دمرت بعض اليات حلف الناتو بسبب الالغام. الفيديو اللي حضرتك شفته في المقدمة ده، شفت الجندي وهو بينزل من المدرعة، او لحظة لما بينزل وبينط عشان ينقذ زميله، انفجر فيه لغم، شالوه، سحبوا زميله وهو بيسحبه، رجله تقريبا مش ماسكها الا جزء صغير كده قماش من الابرول، من الافرول بتاعه، رجله دي اتدمرت. كل الجنود بقى اللي هتشوفهم في الفيديو اللي هشغله لك في اخر الحلقه ده مع التعليق بتاعي، كل الموجودين دول رجلهم متدمره. تخيل الحروب مقاسي رهيبه. بس قبل ما نعرض الفيديو، الواشنطن بوست بتقول اذا تقدمت القوات الاوكرانيه في الجنوب اللي هي جبهه خرسون، اللي موضوع تفجير سد كخوفكا موقف الموضوع دلوقتي، وزاباروجيا، بيقول اذا تقدمت القوات الاوكرانيه في الجنوب بنفس الوتيره بالبطء اللي شغال ده، عليها ان تستغرق 16 سنه، مش هيعرفوا يحرروا المنطقه ده اللي بعد 16 سنه على الاقل لاستعاده كامل الاراضي من القوات الروسيه، ده اذا كان او اذا فضل الروس بيدافعوا. اذا لم يحرز الاوكرانيون تقدما كبيرا هذا الصيف، فسوف يرغب الشركاء الغربيون في بدء محادثات سلام مع روسيا. انا بقول لك لا، امريكا مكمله. اذا لم يصعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويحسم الموضوع في الهجوم على كييف وانه ينهي القصه دي، ساعتها امريكا هتجبر على الجلوس على طاوله المفاوضات. النيويورك تايمز بتقول الهجوم الاوكراني يبدا في التوقف. خلاص المخازن خلصت والهجوم تقريبا فشل ذريع، او مش تقريبا، هو اكيد. تعالوا بينا بقى نشوف الفيديو وهشغله لك من غير التعليق بتاعي عشان ما تبقاش متاثر بالتعليق بتاعي. زي ما ظهر قدام حضرتك كل المدرعات دي يا مدرعه معطوبه يا مدرعه مش عارفه تتحرك، والافراد اللي نزلوا منها زي ما ظهر قدام حضرتك كل دول رجليهم مكسره او مقطوعه، تحديدا يعني رجليهم مقطوعه. وقع في حقل الغام، الغام مضاده للافراد وتبقى بشكل كثيف جدا. جبت لكم قبل كده الفيديو لقاذفه الالغام اللي بتقصفها على بعد كبير، مش شرط حد يقعد يحفر ويزرعها، لا دي بتترمي وبتبقى ايه، ما بتنزلش في الاعماق. زي ما ظهر قدام حضرتك ادي لغم انفجر لمدرعه، زي ما ظهر قدام حضرتك كل ده اعطاب، دبابه معطوبه، دبابه مش عارفه تتحرك، افراد رجليهم مقطوعه، زي ما ظهر قدام حضرتك. شايف فيديو مدته 11 دقيقة، أكتر من 11 دقيقة، 11 دقيقة و9 ثواني بالظبط. زي ما ظهر قدام حضرتك كله بيتحرك على طراطيف صوابع. ليه؟ الغلطة بانفجار، الغلطة بتفقدك عضو من أعضاء جسمك. أهو بص، خلص تك لغم. عشان كده المدرعة واقفة، مفيش، زي ما حضرتك شايف تك خلاص رجله طارت خلاص، شكرا. طول الفيديو كده يجيب لك جندي وبيتحرك على طراطيف صابعه، دبابة بتتحرك ملي بملي، يدوب ما هتتحرك تروح فين، كده لغم وكده لغم. حقول الغام بشكل مرعب. فهيروحوا فين؟ ما هو عشان بوتين ما يخطئش نفس الخطأ. ادي حضرتك اهو الباب اتفتح وعايز يسحب زمايله عشان يدخلهم المدرعة. اصلا التحرك بيبقى بالثانية
الخطوة يمين شمال انفجار دمار، فكله خايف يتحرك. ده عشان الاختراقات اللي عملوها في جبهة ايزوم وفي خاركييف وفي خرسون، جبهة طويلة جدا، فيقوم عامل ايه مخترق من هنا، وفجأة تبص تلاقي الجيش الروسي حواليه يمين وشمال ومحاصرينه جنود الناتو، فيعمل ايه ينسحب زي ما ظهر قدام حضرتك. بص بيتحركوا ازاي، الوضع صعب جدا. ده شكله الزراعة دي شكلها برسيم او حاجة، لان في نوارة اهو، علف يعني للمواشي او للماشية زي ما ظهر قدام حضرتك. فالوضع صعب. اسيبك بقى مع الفيديو ده وهشغلك عليه موسيقى تصويرية كده، واتفرج عليه وشوف المجزرة اللي اتعملت، مجزرة. عشان كده امريكا بدأت تتحرك بقى، اعمل انقلاب، اعمل ثورة، اعمل مش عارف ايه، انما اختراق للجبهة خلاص. ونيويورك تايمز زي ما قالت الهجوم المضاد خلاص بيتوقف، باقي مين؟ ان بوتين يهجم الهجوم الكبير بتاعه عشان ينتهي هذا الموضوع. اسيبكم مع الفيديو، وكل سنة وحضراتكم طيبين.